من السنة تغطية الإناء سواء كان فيه ماء أو كان فيه طعام أو شراب مع ذكر اسم الله تعالى، ولو لم يجد إلا عودا فليعرضه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه، وهذا قد جاء في صحيح مسلم. كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء. وابن قيم ذكر في الهدي النبوي أن الأعاجم يقولون إنها في كانون الأول، يعني كانون الأول يوافق أي شهر؟ نعم ديسمبر، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. نعم هذا الشهر. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في السنة هذه الليلة ينزل فيها وباء لا يجد إناء لم يخمر إلا وقع فيه. ولذلك تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، ربما يكون السبب هو وقوع هذا الوباء في هذا الإناء وأنت لم تخمر هذا، لم تغطي هذا الإناء. هذا ينبغي ننبه أهل البيت بأن يغطوا الأواني، لا يترك إناء مكشوف، ولا تشرب أنت من إناء مكشوف. حتى لو وجدت إناء مكشوف اغسله قبل، لأن ربما وقع فيه هذا الوباء. هذا مما أخبر به من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب يغفل عنها كثير من الناس. إذن السنة تغطية الإناء، وإذا وجدت إناء مكشوفا لا تشرب منه ولا تأكل فيه حتى يغسل، ربما يكون قد وقع فيه ذلك الوباء. وربما أيضا تعبث به الشياطين، الشياطين أيضا قد تعبث ببعض الأواني المكشوفة، لكنها لا تعبث بالإناء الذي غطي وذكر اسم الله عليه. إذن الباب عندما يغلق ويذكر اسم الله لا يمكن يفتحه الشيطان، الإناء عندما يغطى ويذكر عليه اسم الله لا يمكن أن يعبث به الشيطان. هذه مما يتقى بها الشياطين. بل حتى أن الإنسان إذا دخل الخلاء وذكر اسم الله فإن الشياطين لا يمكن أن ترى عورته، ستر ما بين الجن وأعين، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.